نحن اولا عملنا نهار الجمعه ونحن معتصمين لهنا. بالنسبه للظروف ما عندنا ما الفراشات ما عندناش، عندنا معناها يمكن زوز جريري ونحن 30 اكثر من 30 واحد، وكنا باش نعملوا باش معناها نعملوه كيف الطونت على المطر وعلى الواد. جماعه الامن قال لك لا ما تعملش باش على الشباك بتاع الوزاره، وديجا تشوف حتى كي باش نحكي معاك انا تو يبدو ماشيين جايين يسمعوا فينا فهمت؟ قال لك ما تعملش حتى شيء، انا مظهر الوزاره يهمني، انت ما يهمنيش فيك تصب عليك مطر ولا ما تصبش عليك. احنا اليوم الحمد لله بعد الثوره حق الاحتجاج وحق التعبير مضمون، لذلك اليوم من حقهم باش يسمعوا صوتهم، من واجبنا باش نسمعوهم في كنف الاحترام الكامل. فاهمين احنا المشكل نتاع البطاله، مشكل ما جابتوش حكومه حبيب السيد معاها، هو مشكل موجود منذ عقود في تونس وهو مشكل معقد، دونك الخدمه عليه تتطلب وقت. نهار الانتخابات انت سيادتك انا قدمت الانتخابات، راك قدمت لينا نخبونا باش نعملوكم باش نعملوكم باش نعملوكم، ما عملتوش من وقتها لتو ما عملتوش. احنا اليوم ناس يقولوا لنا اعطيونا اليوم وعود، ما نحبوش نعطيو وعود وهمية، نحبو نعطيو حلول حقيقية وجذرية تحل هذا المشكل. وباش نحلو هذا المشكل يلزمنا ان تريتمو دو فون، يلزمنا حلول حقيقية، والحلول الحقيقية تتطلب وقت وهذا اللي نحاولوا نفسروه، ولكن في نفس الوقت كما قلنا الوضعيات المستعجلة نحاولوا نتعاطاو معها بمنطق الاستعجال كما هو معناها قالوا السيد رئيس الحكومة وكما احنا قاعدين نخدموا عليه بشكل يوم. نحن في اعتصام مفتوح، حتى ولو قابلنا عملنا جلسة مع رئاسة الحكومة وما عطتناش قرارات مازلنا معتصمين لتعمل القرارات، خاطر نحن ما جيناش راهو مانيش معناها مجموعه نتاع معتصمين يبحثوا على التشغيل معناها في الفرد اللي يهمهم، نحن جينا ممثلين الجهه كامله، وثم محاولات معناها باش يفضوا الاعتصام هذا عن طريق معناها طرح انه يعطيك انت يجي انا نخدمك وبرا انت روح على روحك. نحن رفضنا على خاطر نحن جينا نمثلوا وعندنا مسؤوليه ونمثلوا جهتنا وما نبيعوش الجهه. قلنا التمييز الإيجابي للجهات التي لها حاجيات ولا عانات من التهميش هو سياسة الحكومة تطبيقا لأحكام الدستور، هذا واضح ما فيش نقاش. قلنا بأنه راهو التمييز الحقيقي اللي مش يحل مشكل الجهات هذه في علاقة بملف البطالة هو في دعم الاستثمار ودعم التنمية غاديك. وقت اللي نحلوا طرقات، وقت اللي نبنيوا بنية تحتية، وقت اللي نقربوا الترا، وقت اللي نخلقوا مرافق عمومية، وقت اللي نخلقوا ظروف اللي تهيئ للاستثمار، هذيك هو اللي باش يخلق مواطن الشغل الحقيقية ومش يخلق حركية اقتصادية في الجهات. مقترحاتنا واضحة، هي موجودة بالدستور ونص عليها الدستور اللي هي تفعيل التمييز الإيجابي للجهة، وجينا نطالبوا بمعناها نصيب هذه الجهة من الانتدابات، لازمها تاخذ كوتا لأنها عانت على مدى قرون ومدى عقود وهي تعاني من مشكل البطالة. القصرين معروف عليها لا فيها معامل باش تنجمي تخدمي فيها باش تدخلي منها دخل، لا عنا ما عندك حتى شيء بالرسمي ما عندك كنت تخدمي، يعني جوست للوظيفة العمومية، يعني معنا المؤسسات هذاك واش طالبين انت دابنا في المؤسسات العموميه. لا فما مستثمرين يمشيو للقصرين وقاعدين نشجعوا وقاعدين نشجعوا فيهم هما بيدهم باش يستثمروا في بلادهم وهما بيدهم يخلقوا الثروه في القصرين ونشجعناهم على بعث المشاريع. ما يصيرش نوافقوا به المطلب هذا بعد ما يعطي حق الجهه في الانتدابات وفي التشغيل. هذا مطلبنا الاولي نحن، لأن يعني الحق هذا ضايع، يلزموا يعطونا حقنا في الانتدابات وفي التشغيل في الوظيفة العمومية، من بعد ناخذوا الاستثمار الخاص معناه. احنا فاهمين بأنه مسألة أيضا ثقافية، مسألة متاع عقلية، هناك إقبال أكثر على الوظيفة العمومية باعتبارها معناها مراكز قارة ومراكز مضمونة، وبطبيعة الحال تبدو كأنها أسهل حاجة، ولكن اليوم يلزم نفهم بأنه قدرة الوظيفة العمومية، قدرة القطاع العام على استيعاب العاطلين عن العمل هي قدرة محدودة. قلت لي رئيس الحكومة يقول احنا نتكفلوا بالضامن ونتكفلوا بالتمويل الذاتي ونعطيو تمويلات ومرافقة ومصاحبة وغيره، هذه إجراءات أيضا إن شاء الله تدفع الشباب أنه يتحسس بأهمية بعض المشاريع وما يركزش فقط على الوظيفة العمومية، ربما تبدو أسهل شيء ولكنها في الحقيقة ما هيش هي اليوم الحل لمشكل حقيقي وجوهري كما مشكل البطالة في تونس. بالنسبة للمشاريع الجهة اللي جتنا نحن المقترحات من 2011 بالنسبة للثورة ترجع القصرين لوس أنجلس، هذه ما بالنسبة لمقترحات المشاريع ما راهو ما عندناش ما بالنسبة لي نحن ما عندناش صدقها، وأصلا هو معناه بالنسبة للسيد الوزير والمشاريع ما حكى كان على فرصتي، حكى كان على فرصتي، برنامج فرصتي يحكي على برنامج فرصتي، راي اغلبيه اللي كاتيجوري نتاع البطاله مثلا نحكوا على الـ على الـ على المتخرجين في القصرين، البطاله اللي في القصرين راهو كلها استوفت، لانها ناس طالت البطاله نتاعهم كلها استوفت
جميع اليات التشغيل. على مستوى الانتداب في المؤسسه العسكريه اللي قلنا لهم من الايام القادمه المؤسسه العسكريه باش تجي الى كل جهات القصرين والجهات الداخليه باش تمشي يخدم الخدمه العسكريه نتاعو قادر باش يتم ادماجه مباشره في السنه القادمه. اذا هناك مجموعه مختلفه من الحلول. الطريقه اللي اعتمدوها باش يعملوا التمييز داخل البطاله باش ينتدبوا بها جماعه المؤسسه العسكريه. أكبر غلطة عملوها، واحد ما عندكش الجيش ما عندكش الحق، اثنين تجوز 35 سنة ما عندكش الحق، ثلاثة معرس فما إمكانية إن كان ما عندكش صغار تمشي، والأنثى إقصاء تام للأنثى. إذا قلت لك لا معناها هنا عدم وجود وطنية، وهذا البيج اللي حاب تحطنا فيه المسؤولين والقرار السياسي. نحن رانا وطنيين، وكي نقولوا لا رانا نقولوا لا للقرار السياسي. إحنا بطبيعتنا دروع بشري. نحن على الحد. أوضاعنا صعبة معقدة، الأمل قائم، قدرتنا على النجاح موجودة، ولكن هذا يتطلب العمل المشترك ويتطلب التهدئة ويتطلب الحفاظ على الاستقرار ويتطلب أن نفهموا بأن المسألة مش مرتبطة بأشخاص أو بحكومات أو بأحزاب، المرتبطة بإشكاليات موضوعية موجودة في تونس مهما كان الشخص اللي يحكم ومهما كان الشخص اللي يخدم. عندنا حلول وقاعدين نخدموا فيها وقاعدة تعطي في اثار ايجابيه، ولكن يتطلب ايضا ان نعطي لهذه الحكومه فرصه ونعطيها وقت. ناس وسط 40 سنه والى حد الان مازالوا ما انتدبوش لهم. اخي نحن صغيرين تقولنا تنميه وبرنامج فرصتي، هي تنميه نمشي معاك في التنميه. ولايه القصري اللي كانوا دي ديستريبيسيون وين هي؟ انت باش تزفت لي كياس تكلف لك بالمليارات، اخي انا باش نمشي به في فولكسفاجن، اني نمشي على رجلي عمري عديت ونمشي على رجلي ونشق في الجبال. ما لقيتش حق كراسه باش ناخذها، من بعد اليوم 18 و20 سنه قرايه، تجي انت تقولي لا تنميه تتفكرها تو التنميه؟ نحن مطلب واحد ومبلور الناس الكل ديجا متفقين عليه اللي هو التشغيل الفوري، خاطر بالرسمي عندنا اعمار نسمى صغيره قدامهم، بالرسمي عندنا اعمار ما عندهاش باش يستنى، يقولوا استنى باش يستنى.